خلينا بقى نشوف موضوع ايه قصة فستان طرخان ده. اوكي، فستان طرخان. خليني بس اقول الاول انه ناس كتير قوي مش عارفة انه بداية الفاشن بدأت من مصر. فستان طرخان هو اول فستان في التاريخ، فهو فستان تم اكتشافه تحديدا من تقريبا 5506 سنة من النهاردة، ودي حاجة تم اكتشافها يعني مؤخرا تقريبا سنة 1913. وده اول فستان منسوج، يعني الست المصريه كانت بتلبس فستان من الكتان، فستان على فكره تايملس، انا عندي صور ليه، اقدر انا وانت النهارده نلبسه لو قعدنا تصميمه مره تانية. في الوقت اللي كانت ستات العالم كله بتلبس حاجات من جلود الحيوانات ومن النباتات. اوكي، فده كان اول فستان منسوج، وطرخان ده اسم المدينه اللي تم اكتشاف الفستان فيها. بالظبط، طرخان دي مدينه على بعد تقريبا 50 كيلومتر جنوب القاهره، وتم اكتشاف الفستان فيها، وهو النهارده في متحف بيتر تقريبا في لندن. طيب في حاجات كتيره تخص عالم الازياء ده، يعني الناس اللي بتقرا في المواضيع دي، في مشاكل كتيره جدا حصلت بسبب الفساتين، وخاصة في قصة أزياء النساء عن الرجال. المواضيع كانت بالنسبة للرجال سهلة وبسيطة، عموما الرجالة ما عندهمش مشكلة بس لحد النهاردة الرجالة ما عندهمش مشكلة، الستات يعني اللي بيعانوا. المهم يعني عالم الأزياء ده، يعني زمان كان في حاجات تانية كتيرة غير إن الست تلبس فستان، لا ده هما كانوا بيعملوا حاجات تخص اللبس عشان يربطوا مثلا الست بيها، يأيدوا حركة الست بيها. زي ما انتوا سامعين كده، كان قصة الفكر بتأثر على اللبس، يأيدوا حركتها، ما اقصدش انها تلبس حاجة متحررة او لا، يأيدوا حركتها بالفعل، يربطوا حاجة من رجليها. يارا احكي لنا، ماشي، انت عرفتي انا بتكلم عن ايه. ايوه بالظبط. بصي، هو خليني اقول ان الموضه برضو بتتعلق قوي بفكره اتجاهات المجتمع، يعني صحيح. المجتمع رايح لايه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وكل حاجه. ما اقدرش اقول ان المصمم هو اللي بيأثر على المجتمع ولا المجتمع اللي بيأثر على المصمم، لان المصمم جزء منه. فمن الموضات اللي انت بتتكلمي عنها دي، انا عارفه قصدك، هي الهابل سكيرت. الهابل سكيرت دي عباره، خليني بس اشرح الاول هي شكلها عامل ازاي. هي عباره عن سكيرت عاديه جدا، وبتكون في النهايه عند منطقه يعني بعد الكاحل كده بشويه او قبلها، سوري، مربوطه. فانت بالتالي مش عارفه تمشي، الست مش عارفه حركتها، ابطأ حركتك بالظبط، انت محتاجه تمشي بخطوات ثابته جدا علشان ما تقعيش. الجزء يعني المرحله اللي اتعمل فيها السكيرت دي كانت في فتره الست بدات تتحرر، بدا يكون ليها صوت في المجتمع، بدات تطالب ان هي يكون ليها حق التصويت وحق الانتخاب. كان تقريبا في ايه، اول التسعينات، 1905 مثلا، 1910 تحديدا، حاجه كده. اوكي. فالفكره المفروض ان هي جت للمصمم من خلال انه كان اول ست تقرر ان هي تطلع طياره، كانت هتركبها لمده دقيقتين، والست دي كانت لابسه سكيرت عاديه جدا. كان الستات ما كانوش بيركبوا طيارات؟ لا طبعا، وقتها ما فيش بقى الكلام ده، على وداني تخيلي. اوكي. فالست دي قررت علشان تركب الطياره والسكيرت بتاعتها ما تطرش، ان هي تربط السكيرت من تحت. دي كانت في انهي بلد يا يار؟ تقريبا انجلترا على الاغلب. اوكي. فالمصمم شاف الديزاين ده، حس ان هو ده الديزاين اللي هو يعني عاوز يكتسح بيه العالم، وبدا فعلا ان هو يعمله، ونزل ولقى اقبال كبير من المجتمع. بعد فتره بدا التصميم ده يعمل مشاكل للستات، زي مثلا انه الستات مش عارفه تركب عربيه الترام مثلا، مش عارفه ترفع رجليها عشان رجليها مضمومه على بعضها جدا، فمش عارفه تمشي، مش عارفه الكلام ده كله. بالظبط. فانا دلوقتي كمجتمع لما اشوف ان الست بتواجه مشكله زي دي، اسهل حل بالنسبه لي ايه؟ ان انا اغير الديزاين مثلا. لا، في الحقيقه ان المجتمع قرر ان هو يعمل خط سكه حديد كامل مناسب للستات، البعد بينه وبين الارض 30 سم. طب تفتكري هنا المجتمع بيتحدى المجتمع؟ ما هو المجتمع برضو اللي عمل الديزاين بتاع السكيرت ده عشان يحد من حركه الست، ولا ده كان فكره ديزاينر بس لوحده؟ لا لا طبعا، مش فكره ديزاينر، احنا بنتكلم في عصر تاني مختلف تماما. انت الست وقتها ما كانتش بتشتغل، ما كانش ليها دور. فهي بس ابتدى بقى المجتمع ينفتح والناس عقولها تتغير، وابتدينا نغير في الاستراتيجيه عشان خاطر الست تاخد حريتها اكتر. بالظبط كده. فطبعا طبيعي هتلاقي في نوع من الحرب الغير مباشره، وكان من ضمنها الازياء. وعلى فكره المصمم نفسه اعترف ان هو رغم تحرر الستات من الكورساج، او سوري، من الكورسيه، الا ان هو قدر ان هو يربط رجليهم.